أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الأصدار رقم 1814 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. تحت رعاية مصرف البحرين المركزي اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF منتداه الافتراضي الأول بعنوان تحقيق وتميز في الجائحة بدعم من باتلكو. وقدمت مسارات والمنتدى تجربة تعليمية تفاعلية ومحفزة تتضمن حلقات نقاشية وندوات إلكترونية وورش عمل موازية ومتخصصة، حيث تسنت للمشاركين فرصة اختيار الجلسة الجانبية التي تلائم تخصصهم واهتماماتهم، كما تمت مناقشة تجاربهم وتبادل خبراتهم من خلال فقرة الأسئلة والأجوبة. عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الحلقة الاستراتيجية الثالثة للتطوير المهني في الصناعة المالية الإسلامية عن بعد. وخلال الجلسة التشاورية تم عرض تجارب التدريب من مختلف الدول مع لمحة عن أهم التحديات في بلدانهم في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وأبرز المبادرات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات والتكيف مع الوضع الجديد في التدريب واعتماد نمط التدريب الإلكتروني كأحد الحلول الفعالة لمعالجة التحديات في تنفيذ برامج التمويل الإسلامي. حقق مصرف السلام البحرين أعلى تراجع في نسبة التمويلات المتعثرة بين 55 مصرفا مدرجا في دول الخليج العربية خلال عام 2019 وفق تقرير أعدته شركة KPMG. كما حل المصرف في المركز السادس على مستوى المنطقة من حيث كفاية رأس المال، إذ حقق نسبة مرتفعة تبلغ 20.19%. وبهذا يعد مصرف السلام المصرف الإسلامي الوحيد في مملكة البحرين الذي يدرج ضمن قائمة أفضل 10 مصارف في المنطقة من حيث ارتفاع نسبة كفاية رأس المال والانخفاض الملحوظ في نسبة التمويلات المتعثرة. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوياتها في حوالي 8 أعوام. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تداولات هذا اليوم. ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1280 نقطة بارتفاع طفيف، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية.
وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,641,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 451,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 36 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة لإغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، فقد تصدرت بورصة الكويت الرابحين في نهاية تداولات اليوم، وأقفلت على ارتفاع بنسبة 1.14%. قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي في مقابلة مع قناة العربية إن السعودية تضع أهمية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، خاصة بعد جائحة كورونا وأثارها على سلاسل الغذاء العالمية، وأكد أن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أولوية، مشيرا إلى أن لدى السعودية اكتفاء ذاتيا في العديد من الحقول. أعتقد المملكة العربية السعودية ولله الحمد عندنا اكتفاء ذاتي في كثير من المنتجات، وعندنا موثوقية في سلاسل الإمداد أدت إلى اكتفاء الذات وأمن غذائي بشكل كبير جدا، وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية بشكل كبير. هذا بدأ من وجود استراتيجية الأمن الغذائي ومبادرات وبرامج لهذه الاستراتيجية، توقعت هذه الاستراتيجية وتنبأت ماذا يجب علينا أن نعمله في حال الأزمات، وهذا ولله الحمد بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة التجارة، الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهات أخرى، ساهم تضافر الجهود مع القطاع الخاص في الاكتفاء ووجود منتجات غذائية كافية خلال الفترة الماضية، على الرغم من ارتفاع الطلب الغير مبرر أحيانا في بعض هذه المنتجات. حث محامو مؤسس شركة أبراج عارف نقفي محكمة في بريطانيا لعدم تسليمه للسلطات الأمريكية بحجة أن لندن كانت نقطة محورية في أعمال الشركة المتعثرة، وأن نسبة الأكبر من الاتهامات الأمريكية تجاه عارف حدثت في العاصمة البريطانية. ويواجه مؤسس الشركة تهم احتيال واختلاس أموال، إلى جانب عدد من التنفيذيين الآخرين في أبراج التي انهارت في عام 2018 بعد أن كانت أكبر شركات الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع، إضافة إلى مساعدات وإعانات جديدة لمواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وهذه الزيادة تعد أول تعديل على معدل الضريبة الواحدة بنسبة 13%. وقال بوتين في خطاب إن الضريبة على الدخل الذي يفوق 5 ملايين روبل ستكون بنسبة 15% في عام 2021. قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كورونا، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ. وفي أبريل الماضي توقعت المنظمة تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و 32% في العام الجاري، وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها سيئة، على أن تتعافى بما بين 21 و 24% في عام 2021. قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في حوالي 8 أعوام، مدفوعة بضعف في الدولار الأمريكي وإجراءات للتحفيز النقدي من بنوك مركزية حول العالم، وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ألقت بظلالها إلى التوقعات الاقتصادية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 65% إلى $1,765.90 للأوقية في أواخر جلسة التداولات.